على سبيل المثال مثلا عندي 2 مليون اوريدي مسجلين، لو انا قلت متوسط 4 5 افراد في الاسره، 2 مليون اسره مسجلين، ادي 8 مليون مثلا، اركن ادي 8 مليون. عندي مثلا اصحاب معاشاتهم اقل من 1200، غالبا لما ابص عليهم بالمعايير الاستهداف ممكن يبقى كلهم معايا، واخد بالك؟ عندي معاش اسمه الضمان الاجتماعي، ما في بتاع 1.5 مليون اسره ولا حاجه، اضرب في 4 ولا في 5 غالبا ده معاك، بدليل انك بتدي له ضمان اجتماعي. عندك معاشات اسمها معاش قانون 112، ناس كانوا بيدفع جنيه في الشهر لمده 10 سنين ب 120 جنيه وبياخد معاش 500 600 جنيه او 700 جنيه من الدوله، ده معاك، ده غالبا معاك. عندك كثير من بعض الفلاحين ممكن ظروفه ما بتسمحش، هتعمل له تقييم وتدخله معاك، ما عندوش حيازه، فانت شغال عندك باليومية. في امور زي عين الشمس يعني واضحه، ده يعني كله داخل معاك. لما بتتكلم على 35 بتتكلم على 35 مليون مواطن مصري كويس، دولت هيبقوا على كفاله الحكومه اكيد. ما انا بقول لحضرتك واضحه، ولكن ايه بقى؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ قول من دلوقتي هو هتاخده على اي اساس؟ ما اقدرش، ده قانون وفي حاجات بتتغير. يعني ايه؟ يعني مثلا اوكي انت عندك الحد الادنى بتشتغل عليه 1200، بس عندك مصادر دخل تانية. اما اجي ابص الاقيك اوكي بتاخد ال 1200 بس عندك مصادر، عندك محل مفتوح بيجيب لك كذا، عندك مش عارف ايه، عايش لوحدك، ما فيش اسره بتاع. هتعملها ازاي دي؟ ما هو يا فندم دي موجوده، مصر ما بتخترعش عجله. ما انت لما جيت في تكافؤ، في تكافؤ الكلام عملت ايه؟ عملت استهداف كويس، معايير بسيط. الناس دي ده قاعدين في اوضه، قاعدين في اوضه، اسره قاعده في اوضه، هتقول لي ما هتقول لي ايه؟ غير قادر، تعالى سيدي معايا. ناس يا دوب هو السرير والدولاب والحصيره، هتقول لي ايه؟ تعالى يا سيدي انت غير قادر، واخد بالك؟ في علامات ومؤشرات وفي عناصر بتقول لك ده غير قادر، واخد بالك؟ فده مستحق ان الدوله تشيل عنه. كويس، انا فهمت ال 35 مليون دول هتوصل لهم ازاي؟ كده كويس قوي. نيجي في ال 65 مليون اللي هيدفعوهم. بالراحه عليها بقى. واحد بيشتغل في موظف مرتبه 3000، واحد تاني في نفس الشركه مرتبه 7000، بس ده عامل وده يعني مهندس فعنده شغله بعد الدور بيعمله كمان 7 زيهم، التاني ده ما عندوش، هاخد من السبعه ولا هاخد من ال14؟ ال14. طب هجيبها ازاي دي بقى؟ القانون بيبقى اطار عام. القانون قال ايه؟ القانون قال لو عنده اكتر من وظيفه اخد عن الاكتر من وظيفه، اخد الاثنين، التلاتة، اخد التلاتة. ولو القانون قال كده ولا اخد الاعلى؟ لا كله اخد من كله، يعني اعمل دخل عام. قلت له حتى لو كان عندك اكتر من وظيفة وبالتالي اكتر من دخل هاخد منهم. طيب السؤال، انا النهارده واحد بيدفع ضرائب. بعض الدرائب. الناس على فكرة لما دلوقتي تسمعني يقول لك هتجيبها ازاي بقى دي ان شاء الله؟ ما ده انا عايز اذاكر معاك اهو. هل هتعملها زي الضرايب؟ مجمل دخل؟ في حاجات القانون نصص على كده ومعرف كده. قال ايه؟ قال لك انه كل اللي بيتحصل عليه لغرض التامين الصحي يخضع للاشتراك. وفي التعريفات الاولى معرف كده واضح زي عين الشمس، وجي في جوه وقال لك لو كان ليه اكتر، يعني خلاص انا عرفت ان هو الدخل الشامل هو كذا وكذا وكذا وكذا، وجيت جوه قلت ولو كان عنده بقى اكتر من وظيفه فالدخل الشامل هنا يشمل ده كله مع بعض. يعني اذا هتعمل له مجمع دخل عشان تتعامل معاه بنسبه 5%. ليه ولزوجته؟ ما هو خد بالك يعني الامور ما هياش ايه. لا انا دلوقتي كراجل بشتغل بشكل حر. لا وعندي دخل 5%. 20,000 جنيه. هدفع 5%. 5%. طب لو هم 100,000 جنيه هدفع 5%. 5%. مهمتك انت تبدا بقى تقول لي انا هدفع كام او حصرت عليا قد ايه؟ ما انا ههرب منك كالعاده. ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان. ما هي اللعبه معروف. لا انا هحاول اهرب وانت هتحاول تظبط. بس ده امور، ولذلك هتلاقي القانون يقول لك ايه؟ في مادة من المواد هبص على الإقرار الضريبي بتاعك، مظبوط، وهبص على الأجر التأميني بتاعك، وهبص على الحد الأقصى للأجور التأمينية، وهاخد أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ إذا لو الإقرار الضريبي بتاعك بيشير على إن دخلك عالي هاخد ده. إنما واحد مثلا محل صغير، واخد بالك، وبعدين حاطط يعني في الإقرار الضريبي بتاعه دخل بسيط، يعني ودي امور هتبقى على الارض متحركه، هبان دايناميك، هبان بقى. لكن اللي هيديني تفسيرات لكل الكلام ده هي اللائحه التنفيذيه، لان القانون حط اطار عام، ولذلك اللائحه التنفيذيه دي اقدر ان انا اعدلها وانا ماشي ومع التطبيق.